السلام عليكم. اليوم حبيت نقرأ عليكم خبر مهم جدا ويدخل في إطار التصورات نتاعنا بصفة عامة فيما يخص الهيئة الخارجية، الهيئة العمومية بصفة عامة. إذا القرار مهم جدا ومفرح جدا، وسوف أقرأه عليكم مباشرة من المصدر واللي هو جريدة الشروق. إذا كشف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية الخضر الخروخ أن مصالحه ستعمل في إطار تحسين صيانة الطرقات على إزالة الممهلات التي توضع بطريقة عشوائية ولا تتوافق مع الشروط والمعايير المعمول بها، في إطار قرار وزاري مشترك مع وزارة الداخلية والجامعة المحلية والتهيئة العمرانية. يحدد هذا القرار الشروط ومعايير إنجاز الممهلات على مستوى الطرقات الولائية والبلدية. إذا هذا أمر مهم جدا، أنه سوف تزال كل الممهلات العشوائية وخاصة في البلديات، وهذا أمر مهم. إذا وأعلن الوزير عن اقتناء تجهيزات مراقبة وزن الحمولات والشاحنات لمحاربة الحمولة الزائدة، وهذا جانب آخر من التدابير لتحسين المحيط العمراني والطرقات في مدننا وفي بلدياتنا. هذا مهم جدا، مراقبة الشحنات الزائدة التي تؤثر كثير على وضعية البساط نتاع الطرقات. إذا بهدف الحفاظ على الطرقات، لا سيما طريق السيارة شرق غرب، وخاصة طرق السيارة بصفة عامة. وهذه التجهيزات سيرافقها اتخاذ إجراءات ردعية ضد أصحاب الشاحنات الذين لا يحترمون الحمولة القانونية. إذا وأكد السيد الخروخ حرص وزارته على إعطاء الأولوية خلال السنوات المقبلة لعملية صيانة الطرقات للمحافظة عليها وموازاة مع تطويرها، مبرزا أن هذا المحور الهام من نشاط القطاع سيستفيد هذه السنة من تمويل مالي ب60 مليار دينار. إذا هذا مهم جدا، لابد، وهذا نادينا عليه في كثير من المرات في عدة فيديوهات، نادينا على الصيانة الدورية للطرقات بصفة عامة، وخاصة يعني العملية البسيطة هي أبسط عملية، قضية رفع الأتربة على الطرقات. هذا أمر مهم جدا، لابد على المسؤولين والسلطات خاصة على المستوى المحلي، يعني على مستوى البلديات، لابد من رفع الأتربة على حواف الطرقات وتحسين الشكل نتاع الأرصفة. لازم تكون يعني مهيئة بطريقة جمالية وجيدة من ناحية الصلابة نتاع المواد المستعملة. إذا هذا مهم جدا. وكذلك جاء وأكد رخروخ حرص الوزارة على إعطاء الأولوية خلال السنوات المقبلة إذا على الصيانة، هذا الأمر الإيجابي كذلك. وجاء هذا خلال إشراف رخروخ على افتتاح أشغال جامعة مديري أشغال العمومية للولايات الاثنين، يعني هذا الاثنين بالجزائر العاصمة، أين شدد على المحافظة على الطرقات وكل المنشآت القاعدية بعد إنجازها من خلال إعطاء الأهمية لعملية الصيانة. إذا هذا هو يعني بيت القصيد، لابد من تعزيز الصيانة وإعطاء كل وسائل الصيانة، يعني إعطاء الوسائل المادية والمالية وكذلك البشرية للمؤسسات التي تقوم بهذه الصيانة. لازم تكون عندها الإمكانيات اللازمة بتثمين موارد بشرية وتوسيع استعمال المكنانة والتجهيزات الحديثة. هذا أمر لابد، احنا رانا دخلنا في الألفية الثالثة، ما زلنا نستعملوا في المكنسة البالي والبرويطة والصاشي تاع النيلو، هذه الأمور هذه تبهديلة، والله لا تبهديلة. لازم ندخلوا في المكنانة والتجهيزات الحديثة في قضية الصيانة ورفع الأتربة. الأتربة لازم ترفع، لأن كل قطرة تعاود تجي الرياح تجيب الأتربة، وحنا الجزائر تقع في منطقة يعني تقريبا تاع المنطقة تاع الساحل
عندنا كمية كبيرة نتاع الأتربة والغبار يأتي من يعني من الجنوب يعني سبب الرياح. إذن كل هذه الأتربة لازم تكون فيها عملية نتاع رفعها بطريقة دورية، كل ما تتراكم لازم رفعها ووضعها في أماكن مخصصة. إذن لا بد من هذا، وكذلك على أصحاب الشاحنات وفي الورشات لازم يراعيوا يعني الحمولة نتاعهم تاع الأتربة، ما يشيل في الكاميو وينص تاع التراب هذا كيف يرشوا في الطريق ونص، لا، ولا هذوك اللي يحملوا الخرسانة يدير نص تاع البيطون هذا كيف يرشوا في الطريق. هذا أمر غير منطقي، لازم تكون مراقبة، ولازم نقضي على الأسباب نتاع هذا التلوث البيئي اللي أصبح إذن قضية صحة عمومية، يعني أصبح ان كاد سونتي بيبليك، عاد يخلق أمراض كثيرة خاصة للأطفال واللي قراب من مستوى نتاع الأرض الأرضية بسبب هذا التلوث البيئي، لأن الأتربة هذه تحمل مواد مسرطنة دي ميتولور فيها لمعادن ثقيلة كالرصاص اللي يأتي من سيارات مركبات. إذن كل هذه الأتربة التي تتراكم على حواف الطرقات فهي مضرة للصحة، ولا بد من رفعها يعني كعملية وقائية، وكذلك لا بد من رفعها كعملية تجميلية باش تظهر الوجه اللائق للطرقات نتاعنا وللمحيط العمراني وللمحيط بصفة عامة. إذا وذكر الوزير أن طول شبكة الطرقات بلغ 141 ألف كيلومتر، منها حوالي 9000 كيلومتر من الطرق، هو هنا خلط ما بين الطرق السريعة والطرق السيارة. إذا يعني من النوع الأول والنوع الثاني، هنا الطرق السريعة هي النوع الثاني اللي تعتبر طرق سيارة. إذا المجموع نتاع طرق السيارة بالنوع الأول والنوع الثاني هو 8899، حوالي 9000 كيلومتر. إذا يعني رقم إجمالي لطرق السيارة في الجزائر، بدون ما نتكلموا على الطرق المزدوجة اللي ما عندهاش مواصفات نتاع النوع الثاني، يعني في طرق مزدوجة لكن ما عندهاش لابون داري دورجونس اللي تجعل منها طريق سيار من النوع الثاني. يعني هنا فيه خلط، لأن لو كان نحسب هذه الطرقات المزدوجة الرقم سيتعدى الـ 50 أو 60 ألف كيلومتر. إذن وبالإضافة إلى ذلك فيه 11 ألف جسر و 140 نفق، إذن عبر الشبكة الوطنية للطرقات في الجزائر. وهذا الرقم نتاع 11 ألف جسر و 48 نفق، أنا أتحدى أي دولة في إفريقيا تعطينا أرقام أكثر من هذا. إذا وكذلك فيما يخص الاستثمارات في مجال السكك الحديدية، أكد أن القطاع يعمل على مضاعفة شبكة الخطوط وتحديثها وازدواجيتها وكهربتها وتجهيزها بالأنظمة الحديثة في إطار المخطط الوطني الذي يهدف إلى ربط جميع مناطق الوطن لتصل الشبكة إلى 15 ألف كيلومتر في المدى الطويل. إذا هي في المدى القصير سوف تصل، إذا كملنا كل المشاريع اللي راهي قيد الأشغال، نتكلم عن المشاريع اللي راهي قيد الأشغال، الشبكة قد تصل إلى 12 ألف كيلومتر من طرق من خطوط السكك الحديدية. وإذا أضفنا لها المشاريع اللي راهي مبرمجة ولن تنطلق بعد، راهي قيد إما راهي قيد الدراسة، المهم أنه إذا أضفنا هذه المشاريع اللي راهي مازال ما انطلقتش، قد يصل الرقم إلى 15 ألف كيلومتر. إذا على المدى الطويل نكتفي بهذا القدر، وأرجو أني قد ألمت بالنقاط المهمة في قضية التهيئة العمرانية فيما يخص الصيانة و
تهيئة طرقات خاصة في الجزائر، وهذا على لسان وزير الأشغال العمومية السيد الخضر الخروخ. إذن نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.